السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تركية ديليس. اقتراح ديال اليوم عبارة على تشيز كيك بالفريز، روعة في المنظر وكذلك في المذاق، والأهم من كل هذا أنه بدون جيلاتين وسهل كذلك في التحضير. ما نطولش عليكم، يلا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فضلا وليس امرا على الاشتراك في قناه تركيا ديليس مع تفعيل الجرس مع لايك وتعليقكم للاستمراريه وتشجيع القناه، وما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصحاب، ولكم جزيل الشكر. لهذه الوصفه غادي نحتاجو 200 غرام ديال البسكوي، اي نوع ديال البسكوي متوفر عندكم في المنزل، جوج معالق كبار حتى ثلاثه ديال حليب نسلي محلى، 350 مليلتر ديال لاكريم فريش ديال الخفق، 250 غرام ديال جبن ماسكاربون، 8 قطع ديال الفرماج سواء مثلث او مربع، قطع صغيره ديال الفريز اللي ممكن تعوضوه باي نوع ديال الفواكه اللي متوفرين، واخيرا 100 غرام ديال الشوكولا البيضاء. غادي نقطعو هاد البسكوي قطع صغيره ونديروهم في الميكسور باش نطحنوهم ونحصلو على واحد البودره ديال البسكوي. نزلوه في واحد الاناء بهذا الشكل هذا، نزيدو ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب المحلى باش نجمعو هاد البسكوي ديالنا. ممكن تعوضوا هاد الحليب ب زبدة مدابة أو لا بالبنان اللي تمعسوه وتخلطوه مع البسكوي حتى تكونوا عجينة متماسكة. كذلك ممكن تعوضوه بعصير، أي نوع ديال العصير. نكمل هاد العملية ونجمع هاد البسكوي ديالي ونعاود نتلاقاو. العجينة ديالتي ها هي وجدات، غدا ننزلها في المول وغدا نوزعها على هاد سطح المول كامل بهذا الشكل هذا حتى كنكونوا طبقة اولى بهذا البسكوي ديالنا، وندخلوا المول ديالنا للكونجيلاتور المدة اللي غادي نحضروا فيها الطبقة الثانية. غادي نبداو بلا كريم فريش اللي غادي نخدموها حتى توقف وتولي فيرم، حتى كتولي عندنا بهذا الشكل هذا غادي نخليوها في الثلاجة وندوزو المرحلة الموالية واللي غادا نخلط فيها هاد لي فرماج اللي عندي. غادا ندير جبن ماسكاربون في ان ريسيبيون ونزيدو الفرماج المثلث، ممكن تعوضوه حتى بالفرماج المربع. غادي نخدمو هاد العناصر ديالنا حتى كينسجموا لينا مع بعضياتهم، وغادي نزيدو عليهم لا كريم فريش اللي خدمنا، وغادي نخدمو الكل مع بعض. حتى يوليو عندنا بهذا الشكل هذا، وغادي نزيدو الكميه ديال الفريز اللي عندنا واللي ممكن تعوضوه بأي نوع ديال الفواكه، الخوخ ولا المشماش ولا الأناناس، داكشي اللي متوفر نخلطو الكل. وأخيرا غادي نزيدو الشوكولاط الأبيض من بعد ما دوبناه في الميكرووند أو لا في حمام مريم، ونخلطو العناصر عاوتاني مرة أخرى، يستحسن من الفوق لتحت، ونخويوه فوق من طبقة ديال البسكوي ديالنا ونقادوه غير بشي معلقة بهذا الشكل هذا، ونضربو به فوق لو بلون دو ترافاي، وندخلوه للثلاجة مدة ليلة كاملة ونعاودو نتلاقاو. بالنسبة للطبقة الثالثة غادي نحتاج ليها الفلون ديال الفريز، غادي نحتاج كذلك كولورون ومنكه في نفس الوقت ديال الفريز، و 250 مليلتر ديال الماء اولا
نسطرو ديال الماء. غادي ناخذ الكاسرونه ديالي وغدا نخوي فيها هاد الكميه ديال الماء اللي عندي، وغدا نزيد كذلك الفلون ديال الفريز. انا عندي هذا فيه السكر، ولا استعملتو شي فلون ما فيهش سكر زيدوا الكميه اللي تقدكم. وغدا نزيد كذلك راس معلقه ديال الكولورون اولا لاغوم ديال الفريز، وغدا نخلط هاد العناصر اللي عندي اورفو باش ما يبقاوش ليا الشوائب ديال لو فلون، وغادي نحطوه فوق البوطه بحال اللي كنصيبو الفلون عادي حتى يغلى عندنا هاد الخليط ديالنا حتى يولي عندنا بهذا الشكل هذا. نطفيو البوطه ونخليوه حتى يدفى شويه، وغادي نخويوه على الطبقه البيضاء بهذا الشكل هذا. ما تخافوش الا طلعت لكم الطبقه البيضاء، هذاك الشيء اللي بغينا. وغادي ناخذ واحد الكيردون وغادي نبداو نديرو خطوط عشوائيه حتى كنحصلوا على واحد الميلونج ديال الاحمر والابيض، ونرجعوا تشيز كيك ديالنا للثلاجة حتى كتقبط لينا هذه الطبقه الاخيره مزيان في راسها، ونعاودوا نتلاقاو. تشيز كيك ديالنا ها هو واجد، غدا نديمو ليه بشويه وبالخاطر، وغدا نزينها بإن فريز اللي انا قطعتها على جوج ودرت فوق منها سكر غلاس، وتزين كيبقى اختياري. غادي نقطعو تشيز كيك ديالنا ونشوفو كي كيجي من الداخل. وهذا اقتراح بالنسبة للناس اللي مكيبغوش يستعملو لاجيلاتين، هذه فكرة عطيتها لكم على أساس باش تصيبو تشيز كيك بدون جيلاتين، واللي كيجي على هذا الشكل هذا. ممكن تستعملوا اي نوع ديال الفواكه انتما بغيتو، ممكن تستغنوا على الطبقه الثالثه الا ما بغيتوهاش، المهم انتما والذوق ديالكم وعلى حساب كذلك داكشي اللي متوفر في البيت. تشيز كيك ديالنا كيجي على هذا الشكل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا لا بلايك ولا بتعليق. بارطاجي مي فيديو مع العائلة ومع الأصدقاء اللي تعم الفائدة، وإلا كنتو أول مرة كتشوفوا قناة أركيا ديليس عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وإلى اللقاء. أركيا ديليس.